اخيرا اقدر اقول لكم اهلا بيكم في نبته. عارفين لما حد يحلم حلم جميل بعدين يصحى من النوم يلاقيه اتحقق فبيبقى متلخبط ومبسوط في نفس الوقت ومخضوض؟ اهي نبته دلوقتي عامله كده. ده حلم في فريق كبير بقاله فتره طويله بيحلم بيه وفي جزء منه ابتدى يتحقق دلوقتي. ومهرجان نبته هو اول خطوه في الحلم ده اللي احنا بنحاول نرسم لاولادنا باحسن طريقه ممكنه على قد ما نقدر. طبعا انا جات لي اسئله كتير جدا عن نبته وعن المهرجان، احب الاول بس ايه احاول اجاوب على كل الاسئله. بس قبل ما نقول اي حاجه احب اعرفكم بكيكو. كيكو صاحبنا اللي هيكون معانا في المهرجان كشعار للمهرجان وكشعار لنبته ابو اردان الشقي الجميل اللي هو طبعا بياخد باله من اي نبته في الدنيا، الطائر المصري الاصيل. لكن كيكو بتاعنا مش بس طائر مصري اصيل، هو عنده فضول رهيب تجاه انه يعرف كل حاجه ويطير ويلف ويجمع معلومات. ده بيوقعه في بعض المشاكل لكن عنده ميزه انه بيحب يشارك خبراته مع اصحابه. هتقابلوه في المهرجان وبعد المهرجان كيكو هينطلق وهيعمل حاجات كتير ان شاء الله للاطفال. هبتدي بقى اجاوب على الاسئله. ايه هي نبته؟ نبته هي شركه احد شركات المتحده مختصة بدعم وصناعة وتمويل وإنتاج أعمال للأطفال بكل أشكالها، يعني كل أنواع المحتوى اللي ممكن يقدم للطفل من أول المسرح للسينما للبرامج للأنيميشن وكل الأشكال. مهرجان نبتة هو عبارة عن ملتقى للصناع وملتقى للأطفال مع صناع محتوى الأطفال علشان خاطر يبقى بداية وإعلان وفي نفس الوقت مسابقة لإنتاج محتوى للأطفال. المسابقة معمولة للكبار اللي بيقدموا محتوى للأطفال، ودي برضو سؤال اتسأل كتير. مفيش مسابقات للأطفال؟ هيكون في مستقبلا مسابقات للأطفال لكن المسابقة المرة دي للشركات والأفراد اللي بيعملوا محتوى للأطفال. أما بقى فعاليات المهرجان، افتتاح المهرجان إن شاء الله هيكون يوم 15 أغسطس، يعني هيبقى إن شاء الله حاجة مختلفة كده هنحبها كلنا. ورشة وقت الحكاية، ورشة وقت الحكاية دي هتكون يوم 16 أغسطس بمشاركة مجموعة من الفنانين، يعني منهم أساتذتي وزملائي الأستاذة سوسن بدر، الكوميديان الجميل وصديقي حاتم صلاح، الكاتب المميز عبد الرحمن جويش، وأنا هكون مشارك معاهم في الورشة دي إن شاء الله. أحاول يعني أقوم بأي دور مفيد جنب الناس الجامدة قوي دي. يوم 17 أغسطس ورشة الستوب موشن. الستوب موشن هو فن صناعة الأنيميشن، صناعة التحريك عن طريق مجسمات، وتحديدا في الورشة دي هيكون باستخدام الصلصال وهيقدمها الفنان المخرج حازم جودة وهيشارك فيها الأطفال، وهنعمل يعني منتج أنيميشن صغير بحيث أن الأطفال يعرفوا يعني إيه أنيميشن، يعني إيه تحريك، يعني إيه كرتون. يوم 18 أغسطس ورشة الرائد الصغير. الورشة دي دورها إن هي تعلم ولادنا يعني إيه ريادة أعمال، يعني إيه بيزنس بس بشكل مبسط، يعني إيه يعمل مشروع صغنن، وده بالتعاون مع شركة انطلاق ان شاء الله. ده هيبقى يوم 18 اغسطس. دي فعاليات المهرجان. من الاسئلة الكتير جدا اللي جات لي اللي هو العالمين، بس في اسئلة كتير جات لي، طب مش هتيجوا محافظة كذا؟ مش هيبقى فيه في كذا؟ احنا بادئين طبعا الشركة كاساس هي موجودة في القاهرة والعالمين مجرد بداية، لكن الخطة ان يبقى فيه فعاليات في كل حتة في مصر وفي كل محافظة في مصر. وبالنسبة للمسابقة برضو عشان جات لي اسئلة كتير، احنا في اعمال كتير جدا اتقدمت للمسابقه فقررنا ان احنا نمد المسابقه لغايه شهر سبتمبر، لنهايه شهر سبتمبر، وهيكون في ختام في القاهره واعلان لنتائج المسابقه في نوفمبر بالتوازي مع اعياد الطفوله ان شاء الله. في فريق كبير جدا باذل مجهود، احب ان انا اشكرهم على راسهم الدكتوره نشوى جاد رئيسه مجلس اداره شركه نبته ولجنه المهرجان اللجنه المنظمه من الاساتذه الافاضل. ومش محتاج اقول لكم بقى ان انا يعني لمعت النجف وفرشت السجاجيد ومستنيكم تنورونا في المهرجان علشان نبتدي اول خطوه في ان احنا نعمل حاجه لاولادنا علشان خاطر المستقبل هيبقى بيهم، فاحنا بنحاول ان احنا نخلي المستقبل احلى. مستنيكم.